الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط. نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. اللجنة الملكية للحج تقرر بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير لغاية الجمعة فاتح مارس، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالة الأسفار السياحية. المختبر الوطني المرجعي للإنفلونزا والفيروسات التنفسية مؤسسة علمية تقوم بالدراسات المرتبطة بالفيروسات إلى جانب بنيات استشفائية أخرى تندرج ضمن هذه المنظومة على الصعيد الوطني. مركب نور للطاقة الشمسية بورزازات والأكبر من نوعه بالعالم يضم 4 أشطر بطاقة إنتاجية تبلغ 580 ميجاوات، ويعكس استراتيجية المملكة في الاعتماد بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني من الكهرباء على الطاقات المتجددة. تثمين نبتة الصبار مهمة تقوم بها التعاونيات النسائية بإقليم سيدي إفني الذي يشتهر بإنتاج أجود الأصناف دولياً. ويحضر معنا ضيفا في هذه النشرة السيد أنس دكالي وزير الصحة. مساء الخير. مساء الخير. البداية ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة ذكرى توليه إمارة دولة الكويت. وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك إثر وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري المرحوم مراد بدلسي. في إطار زيارته لبلادنا شدد رئيس الجمعية الوطنية لغينيا كوناكري على مساندة بلاده للوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد أن قضية الصحراء المغربية قضية عادلة. المسؤول الغيني أكد كذلك دعم بلاده لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا السيداو، بالإضافة إلى الدفع بالعلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وقد كان ذلك خلال مباحثات أجرها اليوم عدد من المسؤولين المغاربة. أمين سليماني عمة أمس من العرب النهيري. المباحثات التي جمعت رئيس الحكومة مع رئيس الجمعية الوطنية لغينيا كوناكري كانت مناسبة للتنويه بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع البلدين، وشدد المسؤول الغيني على دعم بلاده لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. وخلال المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب أكد رئيس الجمعية الوطنية لغينيا كوناكري على مساندة بلاده للوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن قضية الصحراء المغربية قضية عادلة والمغرب يدافع على قضية نبيلة. سنعمل كل ما في وسعنا كمؤسستين تشريعيتين لتقوية الموجود من العلاقات بين بلدينا المغرب وجمهورية غينيا كوناكري، وسنظل ندعم المغرب في كل قضايا كما كنا منذ عهد الرئيس السابق سيكو توري. لابد من التذكير بالمواقف الثابتة لرئيس ألفا كوندي حول القضية الوطنية والموقف الثابت والداعم للشعب الغيني فيما يخص كل القضايا التي تمس حاضرة ومستقبل المغرب. لقاء مماثل جمع بين المسؤول الغيني والخليفة الثاني لمجلس المستشارين، ودعا خلاله الجانبان إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين من خلال مشاريع عمل مشتركة. المسؤول الغيني تباحث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وثمن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي باعتباره أحد المؤسسين التاريخيين لمنظمة الوحدة الإفريقية، مؤكدا أن القارة تعول كثيرا على المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعزيز الاندماج الإفريقي. المسؤول الغيني ولدى لقائه بكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، عبر عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، مؤكدا أن المغرب وقف دائما إلى جانب غينيا كوناكري وساهم في تكوين عدد كبير من الأطر الغينية.
خلال مباحثات أجراها مع عدد من المسؤولين اليوم بالرباط، أكد رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري فرناندو كالابيخو على الإرادة القوية في تعزيز مجالات التعاون وتنويعها مع المغرب، مشيرا على الخصوص إلى مجالات الطاقة والنقل والسياحة والاقتصاد الأزرق. هدام سهل وفؤاد الحرش والمزيد من التفاصيل. بين المغرب وجزر الكناري علاقات ثنائية متميزة تتعزز اليوم بإرساء أسس جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالشراكة في مجال السياحة والنقل ورفع معدل المبادلة التجارية. والمباحثات هنا صبت في اتجاه تكريس كل الجهود لخدمة علاقات الجوار التي تجمع الطرفين. هي مباحثات للعمل المثمر بين الطرفين، لنا أهداف مشتركة ونتكامل في عدة مجالات. المغرب هو شريكنا الأول بالمنطقة، نسعى إلى تطوير العلاقات على المستوى السياحي والتربية والتكوين والثقافة والاقتصاد الأزرق. أيضا نتقاسم الوضع الجغرافي وتحدياتنا الأمنية مع المملكة المغربية مشتركة، وسنواصل الجهود للنهوض بالعلاقات على عدة مستويات. ناقشنا مختلف الجوانب العملية لتطوير العلاقات الثنائية، وخصوصا على مستوى السياحة وعلى مستوى النقل وعلى المستوى الثقافي. ولذلك هذه الزيارة أنا قلت للسيد الرئيس أنها مهمة، لأنها تعطي واحد دفعة للعلاقات الثنائية. رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري تباحث أيضا مع رئيس مجلس النواب حول أهمية تعزيز العلاقات المؤسساتية واستكشاف سبل جديدة لتعاون مثمر بين الجانبين. المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري تناولت بدورها أهمية تطوير العلاقات واستثمار المؤهلات المتوفرة من أجل تنمية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافي وتهتم بالتحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة وتهريب البشر. رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري قام والوفد المرافق له بزيارة لدار حي محمد الخامس، حيث قام بالترحم على الروحين الطاهرتين لجلالتي المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني طيب الله ثرهما. في العلاقات الخارجية للمغرب دائما، أكد رئيس مجلس النواب الحبيب الملكي اليوم على أهمية إحداث قطب للتعاون ثلاثي الأطراف يضم كل من المغرب بلجيكا وإفريقيا يوجه للتنمية القارة الإفريقية. كان ذلك خلال مباحثات أجرها مع وزير الثقافة والإعلام والشباب وشؤون بروكسل بالحكومة الفلمانية سيد سيفن غاتز، حيث تم التنويه بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين. قررت اللجنة الملكية للحج خلال اجتماع عقدته اليوم بالرباط بدء استخلاص مصاريف الحج دفعة واحدة من يوم الاثنين 18 فبراير إلى غاية يوم الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. بوجمع الحفاوي وأمين الشرقاوي. في بداية هذا اللقاء نوه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمجهودات التي بذلتها جميع الجهات المعنية في سبيل إنجاح موسم الحج الماضي، كما تطرق الحاضرون لمناقشة المقترحات والإجراءات الجديدة الخاصة بتدبير موسم حج 1440 هجرية. فيما يتعلق بهذا الموسم، ثمن الحج هو 49906 دراهم، أي بزيادة 3355 درهم عن الموسم الماضي، وذلك بسبب زيادة على صعيد خدمات في المملكة العربية السعودية، زيادة في سعر صرف الريال، زيادة في تكلفة التلقيح، لأن التلقيح المقترح الآن أجدى. وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه للديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللواتي يتجاوز حملهن 6 أشهر خلال فترة الحج. وبخصوص موسم حج 1441 هجرية، تم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل من فاتح أبريل 2019 إلى غاية 12 منه، مع عدم تسجيل المواطنين الذين سبق لهم أداء هذه الشعيرة الدينية قبل مضي 10 سنوات، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي أو وكالات الأسفار، مع تحديد 15% من المقاعد لكبار السن.
الإنفلونزا مرض موسمي ينتقل بسهولة وله أعراض عديدة. في أغلب الأحيان يشفى المريض بعد 5 أيام، لكن مضاعفاته قد تصيب بعض المرضى ضعيفي المناعة. وككل سنة تقوم وزارة الصحة بدراسة شاملة لنشاط فيروس الإنفلونزا، وعن نتائج المنظومة الوطنية للصحة نتابع توضيحات مدير الأوبئة بالوزارة. هذا العام وجدنا بأنه في هذوك 18% اللي صبنا عنهم بأنهم عندهم الفيروس، 80% منهم عندهم الفيروس ديال نوع ألف، و 20% عندهم الفيروس من نوع باء. إذن هادو ما نوع جوج نوع ديال الفيروس ألف اللي كاينين متواجدين عندنا ابتداء من 2011 هما اللي كاينين هاد السنة. كاينه واحد النسبة أكثر شيئا ما من السنوات الأخرى ديال الفيروس A H1N1 من الفيروس A H3N2 نسبيا، وكاين واحد النسبة ديال كما قلت 20% ديال الفيروس من نوع باء. وحسب المعطيات ديال منظمة الصحة العالمية على الصعيد العالمي، هذه هي النسب اللي كاينة واللي التقطتها واللي وجدتها المنظومة العالمية للترصد ولمراقبة الأنفلونزا عبر العالم. وخلال الفترات التي يتضاعف فيها انتشار الفيروسات ذات الصلة بالجهاز التنفسي والمرتبطة بالتغيرات المناخية، يقوم المختبر الوطني المرجعي الإنفلونزا والفيروسات التنفسية بأدوار علمية متعددة نتعرف عليها في روبرتاج وفاء اليعقوبي وعبد العلي عيات. ككل موسم شتاء ترتفع حالات الإصابة بالإنفلونزا خلال فترة محددة من السنة. في المختبر الوطني المرجعي للإنفلونزا والفيروسات بالرباط يتم عزل عينات الفيروسات للتأكد من النوعية الأكثر انتشاراً في هذه الفترة. بالبعد ما تنتأكدوا من صحة جميع المعلومات بالنسبة للطلب ومطابقته مع العينة، كنقوموا باستخراج الحمض النووي للفيروس. هذه التقنية تعلمناها مع منظمة الصحة العالمية، وهي تقنية مرجعية. هذه المحاليل وهذه التحاليل كيمكنونا بأننا نكتشف وجود أو عدم وجود الفيروس في العينة اللي توصلنا بها. عندما يتم تحديد نوع الفيروس تتم دراسة مدى مقاومته للمضادات الفيروسية. هذه السنة وخلال هذه الفترة ينتشر فيروس ألف الذي يؤثر بالدرجة الأولى على الأشخاص المسنين والنساء الحوامل ومرضى السكري والربو، لذا عليهم اتخاذ الحيطة والحذر. الخاصية ديال الحالة الوبائية هذه السنة هو أن ظهور فيروس الـ H1N1 هو اللي سائد هذه السنة عكس ما كان في السنة الفارطة. وكل عام هذا الفيروس كنقاوه، ولكن هذا العام النسبة ديال الفيروس بالنسبة للمجموع ديال الحالات اللي تم تشخيصها هو 80%. الفيروس الـ A سواء كان الـ H1N1 أو الـ H3N2 عنده خاصية أنه أكثر شراسة من فيروس B اللي هذا العام النسبة ديالو كانت قليلة موازنة مع السنة الفارطة. مباشرة بعد تحديد نوعية الفيروس السائد، يرسل المختبر عينات من الدم إلى المختبرات المرجعية للمنظمة العالمية للصحة، وذلك للتعرف على خصوصية هذه الفيروسات وإنتاج الأمصال المضادة لها. ويحضر معنا كما سبق وأشرنا في بداية هذه النشرة للتعليق على هذا الموضوع السيد وزير الصحة السيد أنس دوكالي. أجدد الترحب بك سيد الوزير. إذن بعد البحث الذي أجرته المنظومة الوطنية للصحة وعلى غرار كل سنة، كيف هو نشاط فيروس الإنفلونزا؟ أولا نريد أن أشكركم على هذه الاستضافة، ومن خلالكم أريد أن أقدم مجموعة من التوضيحات للمواطنات والمواطنين بخصوص النشاط ديال هذا الفيروس الموسمي. يتعلق الامر بلاغريب او بالانفلونزا او بالمنزله نقول او النازله اللي كتكون سنويه، وكيكون النشاط ديالها كيبدا تقريبا في فصل الخريف وكيبدا يرتفع، يعني توصل الى اقصى مستوى ديالو في اخر سنوات اخر اسابيع ديال شهر دجنبر والاسابيع الاولى ديال يناير. هذه السنه كان واحد التاخر ديال اسبوعين، وتبدا ينخفض النسبه ديال هذا الفيروس تقريبا في نهايه يناير. اريد ان اقول انه الوضعيه الوبائيه ديال هذا الفيروس هي عاديه وتشبه حسب المعطيات اللي عندنا
الوضع اللي كان في السنوات الماضية. احنا عندنا على مستوى وزارة الصحة ماشي دراسة ولكن مراقبة ورصد وبائي لهذا الفيروس، وحنا المختبرات ديالنا هي مندمجة في الشبكة العالمية من أجل ذلك. عندنا 375 ديال المراكز الصحية اللي كنعتبروها كمحطات باش كناخذوا منها المعطيات اللي كتشمل تقريبا 12 مليون ديال المواطنين. كنشوفوا المعطيات ديال الاستشارة الطبية، الانسان كيجي على عنده منزلة او كيجي عنده التهاب في التنفس، فهذا كتعطينا يعني معطيات حول تطور ديال هاد الانفلونزا السنوية. وهنا كذلك مراقبة على مستوى السريري وعلى المستوى الفيروسي اللي كدار في 8 ديال المستشفيات وفي 8 ديال المراكز الصحية، وهذوك تياخذوا عينات وكيصيفطوهم لهاد المراكز بحال المعهد الوطني للصحة او لانستيتي باستور، معهد باستور في الدار البيضاء على سبيل المثال، اللي كيقولوا لهم شنو كاين. فهاد السنة إذا سمحتي 541 ديال العينات اللي جمعناهم من شتنبر 27 يناير، فهاد 541 100 اللي فيهم لاكريب اللي عندهم انفلونزا، وفهاد 100 كما جا في الروبورتاج 80% هذاك النوع ديال اش ان ان. طيب على ذكر العينات المأخوذة، كيف قلتي سيد الوزير أثبتت الدراسات أن هناك 18% هما اللي مصابين بالفيروس، أي نوع من الفيروس وشنو مدى الخطورة ديال هذا الفيروس، علما أن الفيروسات الموجودة اللي متعرف عليها هي 3 فيروسات ديال الأنفلونزا؟ هذا الفيروس فيه النوع ألف النوع باء، في النوع يعني الغالبية اللي كتكون النوع ألف فيه جوج ديال الأنواع، فيه H1N1 وفيه H3N2، وكل سنه النسبه ديالهم كتغير. هاد السنه مرتفعه اش ان ان كما الموسم اللي كان عندنا في 2015 2016، يعني كذلك مرتفعه. وهذا الفيروس هو عادي، يعني هذا النوع هو اصبح اليوم عادي. وباش نصحح المساله ديال انفلونزا الخنازير، هذه انفلونزا بشريه اليوم، لانها كتنقل من البشر للبشر. واحد الوقت تنقلت من الحيوان للبشر وكتدوز من الحيوان للحيوان، الان من البشر الى البشر، من انسان الى انسان، وهي عادية ترقب بطبيعة الحال الأساسي. اللي كاين هو أنه هذا الوضع في بلادنا يشبه الوضع العالمي، خاصة في المنطقة الشمالية، ولا يعني يستدعي القلق. هناك يعني بعض الإجراءات اللي وزارة الصحة كتنصح بها من خلال الحملات الإعلامية ديالها. كان كذلك في القناة الأولى واحد سبوت كيتكلم على كيف يمكن الإنسان يتصرف. حنا تنرشدوا الأشخاص اللي عندهم ضعف المناعة، يعني تنقولوا لي بيرسونا ريسك اللي ربما تكون أكثر عرضة، نساء حوامل، أشخاص فوق 65 سنة، أطفال بين 6 أشهر و5 سنوات، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين، هادو تنصحوا باش يكون لقاح. وهادي يعني اللقاح موجود على المستوى الصيدليات مستوى الوطني، ماشي كلشي كيبغي يديروا هادي حال، هو كينقص حنا كننصحوا به لهاد الفئات هادي لانه مازال وقته يمكن الانسان يعملوا. وكننصحوا كذلك باش هاد الناس ما يقربوش من الناس اللي عندهم المنزله، ما يحاولوا يغسلوا يديهم عده مرات في اليوم، يستعملوا منديل لا الى عسو او لا عند لكحو الى اخره. هذه امور اللي كنصحوا بها دائما. طيب الانسان يتحلى بها، وكدار كذلك على المستوى التربيه المدرسيه. وتفضل بالاضافه لهادشي اللي قلتيه السيد الوزير، يعني قبل الوصول الى مرحله العلاج من الانفلونزا، كيفاش يمكننا نقيو نفسنا منها؟ وهذا الشيء اللي قلت لك، يعني التلقيح كنصحوا به بالنسبه للاشخاص اللي اكثر عرضه، ثم هذه المجموعه ديال الاجراءات اللي خص الانسان يواظب عليها. يمكن نضيف كذلك انه بعض الاشخاص يمكن في هذه الاصناف اللي تكلمت عليها ديال الاشخاص يمكن يلجؤوا الى استشاره طبيه. مستحب ما عند عياده او بمركز صحي يجيو باش يمكن ياخذوا بعض الادويه اللي هي كتقاوم الاعراض، بحال الباراسيتامول مثلا اذا كانت حمى او وجع ديال الراس الى اخره. اذا هناك هذا الفيروس راه النظام ديال المناعه او المنظومه ديال المناعه الانسان، المناعه البشريه هي اللي كتقاومه، ماشي شي حاجه اخرى، باش الانسان ما هذا اللي كذلك نبغي نقول، وانه بعض المرات يقدروا يكونوا مضاعفات
حيت انه انسان كيضعف المناعه ديالو كيقدر يجيه اصابات بجراثيم اخرى، يمكن يجيه يعني التهاب على مستوى الرئه. هادو خصهم ينتبهوا، يمكن يحتاجوا يبداو الى علاج بالمضادات الحيويه او ادويه اخرى. شكرا لك سيد انس توكالي وزير الصحه على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. اهلا. نتابع مشاهدينا من الرباط، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم مباحثات مع السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة. تم خلال التطرق إلى مؤتمر وزراء المالية بإفريقيا الذي ستحتضنه مراكش، بالإضافة إلى الأدوار الاقتصادية التي يضطلع بها المغرب على المستوى الإفريقي. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أجرى اليوم أيضا مباحثات هاتفية مع السيد خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية بطلب من هذا الأخير. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن السيد بوريطة أعرب خلال هذه المباحثات لمخاطبه عن كامل الاهتمام الذي تتابع به المملكة المغربية التطورات الجارية في فنزويلا. كما أعرب الوزير السيد خوان غوايدو عن دعم المملكة المغربية لكل التدابير المتخذة من أجل استجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي للديمقراطية والتغيير. وأكد السيد خوان غوايدو خلال هذه المباحثات إرادته للاستئناف وعلى أسس سلمية وواضحة علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا ورفع المعيقات التي حالت دون تطورها. هذا وأكد إيمانويل مانويل أفينداو المستشار في الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة أمس بكاراكاس، أكد أن الحكومة الفنزويلية التي يقودها الرئيس بالنيابة خوان غوايدو ستعمل على إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع المغرب التي علقت في عهد نظام نيكولاس مادورو. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية لممارسة الضغط على حكومة فنزويلا، وذلك بعد تضييق الخناق على النفط الفنزويلي عبر فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية وأخرى تابعة لها على الأراضي الأمريكية. هذه التطورات وغيرها مع إبراهيم مرزوقي. تتواصل الأزمة السياسية في فنزويلا ويتزايد معها انقسام المجتمع الدولي بين أطراف تؤيد المعارضة وزعيم خوان غوايدو وعلى رأسها الولايات المتحدة، وأطراف أخرى تؤيد نظام الرئيس نيكولاس مادورو وفي مقدمتها روسيا والصين. واشنطن والتي أعلنت اعترافها بغوايدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة ودعت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى الاعتراف به، صعدت عقوباتها الاقتصادية تجاه حكومة كاراكاس بتضييق الخناق على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، خطوة نددت بها كل من بكين وموسكو. بالمقابل هدد مادورو بتصعيد العنف ضد المعارضة. وكانت التظاهرات التي تنظمها المعارضة الفنزويلية قد أسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلا في ظرف أسبوع على يد قوى الأمن حسب الأمم المتحدة. بالموازاة مع هذا عقدت المعارضة الفنزويلية اليوم جلسة للبرلمان ترأس خوان غوايدو، والذي دعا أنصاره إلى الخروج في مظاهرات يوم غد الأربعاء والسبت المقبل، كما دعا الجيش إلى الالتحاق بالمعارضة. توفي شاب فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها بقنبلة غاز أطلقها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة في مسيرة العودة الجمعة الماضية شرق مخيم البريج. من جهة ثانية أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية. في شأن اليمني، قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب نحو 36 آخرين جراء انفجار سيارة إسعاف أمس في السوق التجاري لمدينة المخا الساحلية غرب البلاد. من جهة ثانية اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضابطا سابقا دنماركيا هو الجنرال المتقاعد مايكل لويسغارد ليحل محل رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كامارت بعد شهر واحد على تعيينه.
ننتقل إلى بريطانيا، وقبل شهرين من موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أعلنت رئيسة الوزراء تريزا ماي اليوم عزمها إعادة فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن بريكسيت تؤيده غالبية النواب. وقال الناطق باسم ماي إن بلاده لا تزال تعتقد بأنه من مصلحتها الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان، وذلك سيتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب على حد تعبيره. الطقس عبر العالم، حرارة مفرطة تتسبب في حرائق غابات في أستراليا، الفيضانات في إندونيسيا تخلف 68 قتيلا، تخوفات من انهيار ثلجية في إسبانيا، وموجة برد شديد وثلوج تضرب الولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل كل ذلك مع عبد الوهاب الكاراتي. هبت موجة شديدة البرودة على الغرب الأوسط الأمريكي مصحوبة بتساقط ثلوج شمال ولاية إيلينوا وشمال غرب ولاية إنديانا، كما تشهد مناطق شمال ولاية مينيسوتا وشمال فيسكنسن درجات حرارة وصلت إلى حد التجمد، حيث انخفضت لتصل إلى 44 درجة تحت الصفر. وفي إسبانيا تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة والرياح القوية والأمواج العاتية وتخوفات من انهيارات ثلجية أدت إلى إعلان التحذير البرتقالي في 30 مقاطعة إسبانية. ووفقا لخدمات الطوارئ فقد تسببت رداءة أحوال الطقس في وفاة 4 أشخاص في منطقة أستورياس شمال غرب إسبانيا الأسبوع الماضي. وارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها جزيرة سولاويسي الأندونيسية الأسبوع الماضي إلى 68 قتيلا، كما اضطر حوالي 7000 شخص للاحتماء في مخابئ الطوارئ، وأغرقت الفيضانات أكثر من 5000 منزل. وعلى العكس من ذلك، موجة حر شديد تضرب أستراليا متسببة في انقطاع الكهرباء ونفوق حيوانات واندلاع حرائق غابات عندما تجاوزت الحرارة 47 درجة مئوية، كما أصيب 3 أشخاص جراء سقوط مروحية إطفاء في منطقة جيسبلاند وهي تحاول ملء الماء لإطفاء حرائق ولاية فيكتوريا. ونتوقف اللحظة عند جديد الفقرة الاقتصادية مع زميل ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير مريم. البداية من ورزازات ومركب نور للطاقة الشمسية. إذن مركب نور للطاقة الشمسية بأشطره الأربعة هو الأكبر من نوعه في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 580 ميجاوات، مشروع يعكس سعي المغرب إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في قدرته الكهربائية بنسبة 42% بحلول سنة 2020 وبنسبة قد تصل إلى 52% في حدود سنة 2030. عبد الحميد جبران وحسن سيلا. كنوز مدينة ورزازات ليست فقط في طبيعتها ومعالمها، بل أيضا في سمائها. هنا تشرق الشمس طوال حوالي 320 يوما في السنة، وأشعتها تستقبلها بعناية آلاف الألواح هاته بمحطة نور للطاقة الشمسية. مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية كيتكون من 4 محطات حرارية، نور 1، نور 2، نور 3 ونور 4. نور 1 هي أول محطة اللي تم التشين ديالها وبداية إنتاج الطاقة الكهربائية منذ فبراير 2016، طاقة استيعابية ديال 160 ميجاوات. نور 2، نور 3 ونور 4 تم انتهاء الأشغال بها، وهي الآن في مرحلة بداية إنتاج الطاقة الكهربائية. المركب الذي يضم 4 أشطر ممتد تفوق 3000 هكتار، ما يجعل منه الأكبر من نوعه في العالم. المحطات الأربع تولد 582 ميجاوات. هذه 582 ميجاوات تمثل احتياج ما يربو عن 2 مليون نسمة من ساكنة المغرب، يساهم في اختزال قرابة 900,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو بالتالي يساهم بشكل فعال وفعال جدا في احترام البيئة. المركب قادر على تزويد مدينة بساكنة تفوق 2 مليون نسمة بالطاقة الكهربائية، وقيمته اقتصادية اجتماعية وبيئية.
الهدف منه هو إلى جانب الاستراتيجيات الريحية والكهرومائية بلوغ هدف 42% في أفق 2020، وبهذه النتائج كيمكن لي نجزم إلى حد كبير أننا إن شاء الله غادي نكونوا في الموعد لهذا الهدف. محطة نور تشكل بالإضافة إلى مشاريع محطات بوجدور العيون وميدلت دعامات البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، مركبات تعول عليها المملكة بشكل كبير، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الريحية والكهرومائية للرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء إلى نسبة 52% بحلول سنة 2030. عبد الحميد جبران وحسن سيلة من مدينة ورزازات للقناة الأولى. أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات اليوم وبإقليم الحاجب المرحلة الثانية من آلية المثمر لخدمات القرب، وتأتي هذه المرحلة الثانية المخصصة لزراعة الخضروات بعد مرحلة أولى أطلقت سنة 2018 خصصت لزراعة الحبوب والقطانية. المتابعة رفقة عبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوتي وعبد الحنين جميعي. من منطقة سبت جحجوح بإقليم الحاجب تنطلق المرحلة الثانية لبرنامج المثمر لخدمات القرب المتنقل. فلاح المنطقة وخاصة منهم المنتجون للخضروات كانوا على موعد مع الخدمات المتعددة للقافلة، تأطير دقيق وزيارة لفضاءات متعددة قدمت ما يلزم من المعلومات والمعطيات والإرشادات التي تهم نشاطهم الفلاحي. ولينا كنستافدوا على التقنيين وكنستافدوا على ورونا بزاف ديال الحوايج اللي ورونا هنايا والكمال على الله. جينا على حساب كما اللي قلت لك من هذا على حساب هذا المعرض هذا باش بنادم يعرف اش من النوع اللي خصو يدار في البلاد، بالنسبة للزيتون، بالنسبة للبصلة، بالنسبة للزرع، بالنسبة للبطاطا. فضاء وبفريق علمي وتقني قدم لزواره كل ما يستلزمه إنتاج الخضر، بدءا بتحليل التربة وكيفية أخذ العينات وتحديد حاجية المساحات الزراعية، مرورا بتشكيل السمد الممزوج المناسب للاستغلال والإنتاج. عندنا مجموعه ديال المنصات التطبيقيه اللي غدار عند مجموعه ديال الفلاحين في المنطقه باش نوريهم الفرق بين المسائل التقنيه والعلميه في انتاج الخضروات الموسميه وكذلك المسائل التقليديه اللي كيخدموا بهم. عندنا برنامج ديال المواكبه مع الفلاحين على طول المسار التقني حتى مرحله الجنيه. برنامج المثمر اللي كيجسد التزام المجمع من اجل المواكبه والنهوض بهذا القطاع عبر آلية جديدة اللي هي آلية المثمر. فهذا الإطار كاين آلية المثمر لخدمات القرب اللي كتوفر على عروض متنوعة، عرض تكويني، عرض منصات تطبيقية، عرض تحليل التربة وعرض المواكبة. ومع البرنامج أيضا خدمات أخرى مفتوحة أمام المهنيين، مواكبة وتتبع وتأطير ميداني عبر المنصات التطبيقية للقرب، والهدف الأساسي تحقيق التنمية والتطور للقطاع الفلاحي المغربي. بالدار البيضاء وبمقر الاتحاد العام لمقاولة المغرب انعقد اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. فاتحة أمغار وأحمد الحمري. اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي بالاتحاد العام لمقاولة المغرب يعد فرصة سانحة لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين عبر إنجاز استثمارات ثنائية مشتركة. رؤية الآن ديال 2020-2030 لاحظنا بأن رجال الأعمال السعوديين يحاولوا باش ينميوا ويديروا أكثر استثمارات هنايا في المغرب، خاصة في بعض القطاعات مثل القطاع الفلاحي والقطاع السياحي. نتطلع حنا في الجانب الاقتصادي أن هذه التبادل يكون يرتقي لهذه العلاقة الطيبة، زيادة الاستثمارات، فتح سوق للمنتجات السعودية في السوق المغربي، زيادة الوفود المغربية للمملكة العربية السعودية،
خاصة الآن المملكة الآن متجهة نحو رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يفتح مصراعيه للاستثمار. المملكة السعودية هي أول قوة اقتصادية بالشرق الأوسط، وبلدنا تعتبر من بين أقوى اقتصادات دول إفريقيا، والمجلس دعا عبر هذا اللقاء إلى تكامل اقتصادات البلدين عبر خلق شراكات صناعية ناجحة. بإقليم سيدي إفني تتواجد مجموعة من التعاونيات النسائية المختصة في تثمين نبتة الصبار، تعاونيات استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي اليوم تقوم بتسويق منتوجاتها بالأسواق المحلية وأيضا الأسواق الخارجية. ريبورتاج في الموضوع لحافظ محضار عبد المجيد حلاوي وجمال الخصاصي. غرس نبتة الصبار يمتد على مساحة 50,000 هكتار بإقليم سيدي إفني. 100 طن هي كمية الإنتاج السنوية. هنا نموذج لتعاونية محلية تعمل على تثمين الصبار بوحدة عصرية للإنتاج. كيتغسل من بعد ما كيتغسل كيتقشر، كيدوز المرحلة ديال التقشير، من بعد ما كيتقشر كيدوز الماكينة ديال الإكستراكتور ديال اللي كتعزل ديال الفرز، كتعزل لينا الحب وحده والعصير بوحدو. من بعد داك اللي داك الزريعة اللي كتعزلت كتغسل كدوز في الشيشوار كتنشف، من بعد كدوز للستوك. من بعد داك العصير حتى هو كنديروا فيه كونفيتور، كنديروا فيه عصير. خدمنا على حبوب صبار اللي لقينا بان داك الزيت مزيان في مجموعة ديال الحوايج بينهم التجميل. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مشروع التثمين من خلال تجهيز وحدة الإنتاج بآليات وتجهيزات حديثة، وهو ما جعل التعاونية قبلة للمشترين من الداخل والخارج. جئنا هنا لشراء زيت الصبار، فنحن بصدد إنشاء مقاولة لمنتجات التجميل قصد إعادة بيعها، ونحن نعتقد أن زيت الصبار بالمنطقة من أحسن الزيوت بالمغرب، لأننا في المقاولة التي نريد إحداثها نركز على المنتجات الطبيعية دون معالجة كيماوية. اخترنا زيت الصبار بهذه المنطقة فهي من أحسن ما وجدناه لحد الآن. الجهود حاليا تنصب على توسيع مساحة غرس الصبار، كما يتم فتح المسالك القروية وبناء وحدات للتثمين وتجويد طرق التسويق وطنيا ودوليا. ونتابع الآن نسب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. هذه النسب إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم، والآن نعود إلى مريم. شكرا جزيلا لك يا ياسر على كل هذه المعطيات الاقتصادية لهذا اليوم. ونتابع مشاهدينا بإخبار المؤسسة التشريعية. إشراك الفاعلين الاقتصاديين في أعداد مخططات التنمية الجوية سؤال من ضمن أسئلة أخرى أجاب عنها وزير الداخلية اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. نادير مدن وسعيد إشاسي. تكريسا لمبدأ المقاربة التشاركية في مجال إعداد مخططات التنمية الجهوية، تم إشراك الفاعلين الاقتصاديين في تبني برامج تنموية في سياق التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنزيل الجهوية المتقدمة. الفاعلين الاقتصاديين داخل الجهة هو أساسي من أجل تشجيع الاستثمار داخل الجهة، من أجل تبسيط مجموعة المساطر، تبسيط ولا حل مجموعة المشاكل اللي كتجعل الفعل
استثماري فعل اللي عنده مردودية يعني سريعة. احنا اليوم كنتوفروا على هذه المراكز الجهوية ديال الاستثمار اللي فيها قانون جديد واللي حقا قانون اللي غادي يحل جميع المشاكل اللي كتخبط فيها المقاولة من جانب الاستثمار. يعني عندنا اليوم مع ميثاق لا تمركز يعني عندنا جميع المقومات باش انه نزلوا الجهوية يعني بالشكل الامثل. وانطلاقا من خصوصيات كل جهة من جهات المملكة يبقى ضروريا مراعاة وضع مخططات التنمية الجهوية تستجيب لحاجيات ومتطلبات الجهة. ملي تجي الجهة تتلقى هي كرئيس عنده الإمارة بالصرف يمكن ينزل البرنامج أو الجزء المتعلق بالجهة، ولكن باقي الشركاء مازال يعني القرارات على مستوى المركز مازال ما صبحتش قرارات جهوية باش يمكن تكون واحد الالتقائية ويكون يعني واحد التسريع في الإنجازات ديال هاد البرامج الجهوية باش يمكن نجاوبوا على داك يعني التركيز اللي كان كله في المركز. ويبقى دور الفاعلين الاقتصاديين أساسيا في برامج تنموية تشكل الإطار الأنسب لنمو المقاولة وجذب الاستثمار وإنتاج الثروة وخلق فرص للشغل. جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين خصصت شطرا من أشغالها اليوم لقطاع التعليم من خلال محورين، أحدهما يتعلق بمشاكل الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح. محمد الوهيبي ونور تنسابر. ورش إصلاح بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح أطلقته الوزارة المعنية ينبني على 4 مرتكزات، ضمنها إرساء نظام إلزامي للتوجيه النشيط والمبكر وإرساء هندسة جديدة خاصة بسلك الإجازة. هذه المؤسسات اللي كتضم اكثر من 80% ديال طلبات المغرب واللي حقيقه ما كتعطيش واحد النتيجه في حسب المجهودات اللي كيقوموا بها الاساتذه. كاين واحد الاحباط كبير ولا سيما كاين واحد الهدر الجامعي في السنوات الاولى وكيفيه ونسب الاشهاد هي ضئيله. لهذا فتحنا واحد الورش باش نعاودوا النظر في الهندسه البيداغوجيه لهذا المسألة. فرق الأغلبية ثمنت الخطوات التي تروم ملائمة التكوين مع سوق الشغل وكذا الإجراءات المستهدفة للمؤسسات والفضاءات الجامعية. الوزارة اقترحت مجموعة من الأشياء منها إعادة الهندسة البيداغوجية لكي تتلائم أولا مع سوق الشغل بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية حتى تتلائم مع استيعاب الأعداد الهائلة لهؤلاء الطلبة بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية لهذه الجامعات. فرق المعارضة طالبت بضرورة تنزيل التدابير المحسنة لظروف الطلبة والانكباب على التخفيف من الاكتظاظ. أول مشكل وأعوص مشكل اللي ما يمكنش الآن بالصعوبة باش نتفكوا منه أو باش نحلوه هو الاكتظاظ. إما غادي نهج واحد سياسة ديال جامعات أو نواة جامعية في كل أقاليم لامتصاص هذا الاكتظاظ، أو نديروا شروط الحكومة خصها تدير اختصاصات لربط الجامعة بالمحيط نتاعها. المقترح هو إعادة النظر في الاختصاصات، إعطاء يعني الإمكانيات للجامعات المغربية من أجل تحسين جودة التعليمات، يكون البحث العلمي لا بالنسبة للطالب لأن هذا الشيء كينعكس على الزمن البيداغوجي كما كنقولوا ديال الأساتذة، وكذلك وعلى يعني التكوينات بالنسبة للطلبة، وبالتالي خص يكون وقت البحث العلمي بالنسبة كذلك للطلبة يكون عندهم كفايات مهمة اللي غادي تأهلهم أنهم يوصلوا لسوق الشغل. تنويع العرض البيداغوجي لملائمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل وبلورة منظور جديد المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح من بين مرتكزات الورش الإصلاح للوزارة الوصية. نبقى دائما في الشأن البرلماني حيث تواصل الليجن بمجلس النواب دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، نتابع تفاصيلها مع محمد الدرابيتي. في جدول أعمال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مدارسة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشروع يحدد تدابير جوهرية لإصلاح القطاع وإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية وفقا لمبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء. هذا المشروع سيؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، من ركائزها الأساسية هي
الإلزامية وتنظيم هذا القطاع. بدورها عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة اجتماعا خصص لموضوع ترميم المدن العتيقة، لقاء لتقييم البرامج التي أنجزت ودراسة المشاريع الحالية التي تستهدف تأهيل المدن العتيقة وترميم المنازل الآيلة للسقوط. هذا الموضوع عنده أهمية كبرى، لأن البرلمانيين بغوا يوقفوا على البرامج القديمة اللي كانت في هذا المجال وشنو اللي تحقق منها، وايضا البرامج الجديده اللي كتهم واحد المجموعه ديال المدن العتيقه. تنظيم مهنه المرشد السياحي موضوع تدارسته لجنه القطاعات الانتاجيه التي وقفت عند مشروع القانون المتعلق بتعديل احدى مواد القانون الذي يهم تكوين المرشد السياحي. هذه المادة هذه جات على أساس تعديل فيها غادي يكون بالرفع من المدة ديال التكوين ديال المرشد السياحي اللي كنا في السابق صادقنا على سنتين، الآن غادي تنتقل لست سنوات باش يتفتح المجال لهذه الفئة لمدة أطول باش يتم الإدماج ديالهم. أما لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب فقد ناقشت في اجتماعها عرض وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المتعلق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار استكمال دراسة موضوع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب بين العمق الاستراتيجي والحكامة. في موضوع آخر، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريشتر سجلت اليوم بعرض ساحل الحسيمة. أوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالية التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حددت بؤرتها بعرض ساحل الحسيمة وقعت عند الساعة 4:46 بالتوقيت المحلي. الورقة الرياضية للنشرة تنقلنا إلى آخر الترتيبات الخاصة باحتضان المغرب للدورة 12 للألعاب الإفريقية، حيث نظمت دورة صحفية للجنة من أجل الوقوف على مستجدات استقبال بلادنا لهذه التظاهرة الإفريقية. تفاصيل هذه الندوة مع سعيد أنيس والمفتاح الزوين. الشباب الإفريقي سيحل ضيفا على المملكة في إطار الدورة 12 للألعاب الإفريقية صيف السنة الجارية. محطة الرباط جاءت في ظرف قياسي من حيث الإعداد لأكبر تجمع رياضي في القارة الإفريقية. اختيار المغرب لاحتضان الدورة في مدن الرباط البيضاء الجديدة الخميسات مارا بالنظر إلى التجهيزات الرياضية والكفاءات المغربية لإنجاح هذه التظاهرة الإفريقية الكبرى. إلحاح من الاتحاد الإفريقي ومن الجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية طلبوا من المغرب باش ينظم هذه الألعاب، وبموافقة جلالة الملك نصره الله تعطى يعني الضوء الأخضر لاستقبال هذه الألعاب خلال شهر غشت، مناسبة أن عودة قوية للمغرب للاتحاد الإفريقي من بوابة الرياضة. صيف هذه السنة ستكون الرباط عاصمة الشباب الإفريقي للتباري من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو في 18 مسابقة رياضية من أصل 27 مسابقة. أكثر من 5000 رياضي سيحضرون من أجل المنافسة بأرض المغرب. المغرب احتضنت هذا قبل الاحتضان تاع هذه التظاهرة في وقت ضيق جدا، لكن نعرف بأن المغرب عندها الكفاءات وعندها كل الظروف الملائمة باش النجاح يكون تام. احتضان المغرب لهذه الألعاب الإفريقية يشكل في حد ذاته تحدي كبير بالنظر إلى مدة التحضير والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، واعتماد أكثر من 28 نوعا رياضي للشباب الإفريقي، وهو رقم قياسي مقارنة مع الدورات السابقة. نتقدم بالشكر للمملكة المغربية لقبولها احتضان الدورة 12. هذه الألعاب ستمكن من الاحتفال بعودة المغرب إلى حاضرة الأسرة الإفريقية. شهر غشت سيستقبل المغرب الأبطال الأفارقة، وستكون الرباط عاصمة الشباب الإفريقي. اللجان الإفريقية الوطني والاتحادات الإفريقية للرياضات والاتحاد الإفريقي وضعوا ثقتهم في المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا العرس الإفريقي الذي يعكس امتداد المملكة المغربية في بعدها الإفريقي. الخبر الرياضي كان آخر أوراق هذه النشرة، تذكير بأبرز محطات الخبر لهذا المساء. اللجنة الملكية للحج تقرر بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير إلى الجمعة فاتح مارس، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالة الأسفار السياحية.
المؤتمر الوطني المرجعي للإنفلونزا والفيروسات التنفسية مؤسسة علمية تقوم بالدراسات المرتبطة بالفيروسات إلى جانب بنيات استشفائية أخرى تندرج ضمن هذه المنظومة على الصعيد الوطني. مركب نور للطاقة الشمسية بورزازات مركب الأكبر من نوعه بالعالم يضم 4 أشطر بطاقة إنتاجية تبلغ 85 ميجاوات ويعكس استراتيجية المملكة في الاعتماد بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني للكهرباء على الطاقات المتجددة. تثمين نبتة الصبار مهمة تقوم بها التعاونية النسائية بإقليم سيدي إفني الذي يشتهر بإنتاج أجود الأصناف دوليا. تقام النشر يشكر بقاءكم معنا، لقاءنا يتجدد غدا بإذن الله.